أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا لم أحج، هل لي أن أأتي بأكثر من عمرة أم لا بد من الحج أولا؟ لا مانع من أن تأتي بعمرة، ولكن لا بد من الحج. إذا كنت لم تحج حجة الإسلام فلا بد من الإتيان به مع القدرة والاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا مانع أنك تعتمر قبله أو بعده. العمرة ليس لها وقت محدد من السنة. نعم.